طيب عثمان ومسفر نبيكم تقدمون عرض للشيف. عرض؟ أي أهل يسمون على أهلك يا لا يا أخي خلاص قل مثلا لا طلعنا من البرنامج بنوديك مطعم المعرفة ما بتعرف المثل هذا اسمعني لك عندي كم شيف يعني حال المملكة بطل عليك الصيفية أوديك للجنوب على حسابي محفول مكفل كفة محفول مكفول محفول أنا بالجنوب وأنا أعرف الجنوب زين أعرف هذا بس قول يوديك بضيع عندي الموضوع لازم وش عرضك يا مصر ابها النماص والله كفو يا ابو صاب نجران جيزان اوديك هناك مناطق صراحه شوف متوقع انا لا بد ماني بمن كل شغلته واحده والله بدك تمشي في الرياض وتوديه المطاعم الايطاليه طيب اوكي في مطاعم ايطاليه عندها في الرين وفي القوعيه عندها هناك مناطق سياحيه في الرين وفي القوعيه فهمت اوديك شرط حبيبي نبي مطاعم ايطاليه اهمك اكل اي طيب. ابي الرجال شيف طيب. وكل يوم راعي ذوق هو بده يعرفني على عالم الاكل هو الرياض عزبتنا معنا نطبخ احنا وياك سوا شفت هذا العرض حقك يا اخي انت بياكل كل يعني انت عازمني مشان اطبخ لك لا شو القصه تبغى تفهمني غلط شيف هو يبيك تجي تحت الشجره وتشب الضل وجاهز وانا اخذها قال يلا انا مضيف وشوي الا انت اللي متكافل بالشغله والذبان كل ما على اساس طار ولا ما جاء وعلى الاكل فهمت علي وعلى اساس الحين يطير عندك هنا وش هذا صقور ذي احبه واحده يطير احبه واحده عاد انت حاسب الله يسعدك حاسب اللي دخلت تفضل كمل الطبخه طيب وش العرض اللي مقدمينه يا زايد للشيف انتورنس تبي الصحن النظري عشان تجيني بالشرقيه هلا سلام اطلع على البحر ما اخلي به مكان في الشرقيه لو وديه الله عليك وكان ابغاه بريه في جنوب في ابشر بالساد كفو كل مكان ابغاه انا اسالك بالله بطلع على البحر والله طالع حتى يا الله البحرين في الشرقيه وين العام كنا البحر صرنا بحرين هلا ها البحرين عندي البحرين اسمعني انا يا شيف بوديك العفيف على الشاطئ العفيف وين العفيف اول شيء عفيف غرب غرب عن 400 300 عن الرياض وديك بس منطقة حلوة محافظة شاطي بحر تايمر كم باقي؟ اجواء حلوة اجواء ربية تمام ليف اتفوت ثمان دقائق ثمان دقائق يقول لك اجواء ما عمرك شفتها في حياتك يا سلام عفيف يلا بس طيب لحظة صلى على رسول الله شيف اورنس حط الثومة كلها ايش رايك؟ ايه هذا